الجامعة المستنصرية، كلية العلوم، قسم الفيزياء، مادة البصريات الهندسية Geometric Optics لطلبة المرحلة الأولى البكالوريوس. إعداد الأستاذ المساعد الدكتور فراس صبيح محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم Defects of Lenses، أي عيوب العدسات. وأول هذه العيوب هو الأبريشن، أي الزيوخ، والذي ينقسم إلى نوعان: الزيوخ الكروي spherical operation، والزيوخ اللوني chromatic operation. وفي هذا الشكل نشاهد حالة الزيوخ الكروي، حيث تتكون أكثر من بؤرة للأشعة الساقطة، فتتكون بؤرة F1 للأشعة الساقطة بعيدا عن المحور البصري، وتتكون البؤرة F2 نتيجة لتجمع الأشعة الساقطة قريبا من المحور البصري، وذلك لعدم اكتمال تكور العدسة بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تكون صورة ضبابية. ولعلاج هذه الحالة نلجأ إلى استخدام ما يعرف بالدايفرام أو الآيريس، أي القزحية، التي تقوم بحجب الأشعة البعيدة عن المحور البصري، وتسمح بمرور الأشعة القريبة من المحور البصري فقط. ويمكن التعبير عن ذلك رياضيا باستخدام عامل الجودة الكيو، الذي يعبر عنه بمجموع نصف قطر منحني العدسة الخارجي ونصف قطر منحني العدسة الداخلي على الفرق بينهما. Chromatic aberration، الزيوغ اللوني، وينشأ نتيجة وجود معامل انكسار مختلف لكل طول موجي كما في الشكل، حيث نلاحظ أن معامل انكسار اللون الأحمر هو أقل من معامل انكسار الضوء البنفسجي، حيث يسقط كل منهما على بؤرة مختلفة على المحور البصري. ويمكن علاج ذلك باستخدام عدستين، أحدهما مقربة والأخرى مبعدة، لجمع الطولين الموجيين في بؤرة واحدة. يمكن التعبير عن ذلك رياضيا باستخدام هذه المعادلة، التي تجمع البعد البؤري اللون الأزرق العدسة الأولى في هذا الجزء، والبعد البؤري للعدسة الثانية اللون الأزرق في هذا الجزء، وبالتالي نحصل على البعد البؤري الكلي اللون الأزرق، وأيضا البعد البؤري الكلي للون الأحمر، كما يمكن أن نحصل على معامل الانكسار الكلي للعدسة الأولى كما في هذه المعادلة، بجمع معاملات انكسار اللون الأزرق والأحمر على عددهم، وأيضا معاملات انكسار العدسة الثانية اللون الأزرق والأحمر أيضا على عددهم، وهو 2. في هذه المعادلة يظهر لنا عنصر جديد، وهو dispersion power، أي قدرة التفريق التي ممكن الحصول عليها عند الحصول على معامل الانكسار الكلي ومعاملات الانكسار لكل طول موجي. هذا المثال يعطينا معامل البعد البؤري الكلي، كما يعطينا السؤال معامل الانكسار للون الأحمر والأزرق للعدستين. المطلوب هنا إيجاد البعد البؤري لكل عدسة. يتم ذلك باستخدام المعادلات التالية: معادلة معامل انكسار الكلي لكل عدسة، ومن ثم تعويضها في معادلة
قدرة التشتيت والذي سوف نستخدمه لاحقا في المعادلة التالية للحصول على البعد البؤري لكل عدسة. كوما، الكوما التذنب، وهي أن يتكون صورة على شكل مذنب كما نلاحظ هنا، وسبب ذلك سقوط الأشعة بشكل مائل على العدسة مما يؤدي إلى تكون أكثر من بؤرة، ولكن نلاحظ هنا أن البؤرة لا تكون على المحور البصري إنما تكون خارج المحور البصري مما يؤدي إلى تكون المذنب وضبابية الصورة. النوع الآخر من العيوب ويعتبر أيضا من الأمراض الشائعة استيغماتيزم. الاستيغماتيزم كما نلاحظ هنا أن قرينية العين تحتوي على عيوب عدم انتظام التقوس مما يؤدي إلى أن تسقط المركبة العمودية للصورة في بؤرة بعيدة عن المركبة الأفقية للصورة، وبالتالي ضبابية في الصورة المتكونة في العين. لعلاج ذلك يتم استخدام عدسة اسطوانية تقوم بجمع المركبة الأفقية والعمودية في نقطة واحدة وبشكل صورة مقلوبة. كيرفتشر فيلد أي حقل الانحناء. نلاحظ هنا كيف تتكون صورة بمستويات متدرجة من الوضوح، حيث تكون في مناطق واضحة وفي مناطق أخرى غير واضحة. سبب ذلك عيوب في تصنيع العدسات مما يؤدي إلى أن تكون الأشعة الساقطة بعيدا عن المحور البصري تكون منحني تكون صورة منحنية، والمفروض أن تكون صورة مستوية، لذلك تظهر الصورة كما نلاحظها هنا. ويمكن التخلص من هذا العيب باستخدام الدايفرام الآيريس أي القزحية الصناعية التي تقوم بإزالة الأشعة الساقطة بعيدا عن المحور البصري. هذا العيب يكون منتشر في الكاميرات والميكروسكوبات والتلسكوبات. أرجو أن تكون هذه المحاضرة ذات فائدة لكم، وأشكركم لإصغائكم.